الحنين. برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن. يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا في أرض الله الواسعة، وحيثما يصلكم بث إذاعة وطني أنصار ومحبي وفاق سطيف والكحلة وبيضاء أينما كنتم، جمهور كرة القدم بصفة عامة وأنصار الفريق الوطني وكل الفرق الرياضية أينما كنتم، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الأول من برنامج الحنين. الحنين هو برنامج نعيش فيه أجواء من الماضي تذكيرا بإسهامات رجال صقلوا تاريخ الجزائر على كل الأصعدة، وكانوا سببا في فرحة ورفع معنويات الجزائريين. فرغم بساطة الإمكانيات وشح المادة، إلا أن إرادتهم وعزيمتهم كانت تصنع الحدث كل يوم. برنامج الحنين نستضيف فيه لاعبين وفنانين ومنشدين وممثلين ومغنيين، من جهة تكريمهم رمزيا من خلال هذا الاعتراف، ولكي نربط بين الرعيل الأول وبين الجيل الجديد. ضيفنا في هذا العدد هو السيد عبد الله ماتم، أحد صانعي أفراح وفاق سطيف والسطيفية بصفة عامة. مرحبا بك شيخ عبد الله ماتم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. وشرك لباس؟ الله يبارك فيك عايشك. الحمد لله. الشيخ عبد الله، ماذا بك لو كان تحكي لنا في البداية كيفاش تأسست الوفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال السلام عليكم، ونشكركم على هذا الدعوة هذه اللي مديتونا فرصة باش نتكلموا على الرياضة وعلى الوفاق خاصة. مرحبا بكم. وفاق سطيف تأسس. قبل شوية الميكرو فقط الشيخ. أنا عمير. هكذاك مليح. الوفاق تأسس في 1958 من طرف المرحوم علي بن عودة المدعو لياس، الشيخ لياس. نعم. 1958 تأسس. أسوا طرف لاعبين قدامها اللي كانوا على بالك أنا ذاك وقت
فراح بنت النشاط الرياضي. نعم. ولا شيخ علي لاياسادا أسس مع بعض الشبان دار فريق يلعب يعني في بعضهم برك. نعم. وبالمناسبة في ذاك الوقت كانوا فيه لاعبين تاع وفاق سكين، فيهم فدائيين، فيهم برازيليين، فيهم لما اللي بعد راحوا للجبل، فيهم بزاف نجم نذكر منهم عدة شخصيات اللي مازالوا على قيد الحياة واللي كانوا اللي استشهدوا رحمهم الله. فهمت؟ تأسس في 58 وبدا يلعب، وقلت لك كان مقر فدائيين باش يخبيوا السلاح نتاعهم عند الشيخ علي لاياسادا في ليفيسيار وين مضرب. يعني كانت السلطات الاستعمارية انذاك ما كانوش يعني يتولوا يقول لك هذا المضرب فيه يعني مناضلين وفيه فدائيين. نعم. فهمت؟ نعم. وبداوا يلعبوا مع العسكر، يلعبوا مع ليزيكيب هكذا، حتى شافوا باللي الفريق هذا كبير. نعم. واندمج في 61 61 نهاية 61 اندمج في واحد في كاس فرنسا انذاك، وفاز على قدها الفرق. من بعد ولا حبس كي لحقوا الدرجة، حبس ما حبش يروح بعيد. وبعد الاستقلال الفريق كبر. فهمت؟ ادينا كاس الجمهورية في 63. لا الان نجيو لها ان شاء الله، نجيو لها واحدة واحدة. انت كيفاش كانت البداية نتاعك مع الوفاق؟ البداية نتاعي انا شخصيا مع الوفاق كنا نتمرنوا مع فئات صغرى، بديت كادي بعد جونيور. والمقابلة نتاعي الاولى نتذكرها كان ديربي مع فريق فرنسي سنة 61 كانت لي تروازاس هذو تاع قور. انا وعلى بالك بكري كنا لعبنا قال احنا صغار، كان الشيخ علي لاياسادا الله يرحمه تحالف فينا وقال لنا باللي في ليبيز قالنا لازم تربحوا، كان حتى هضرة. وفزنا على هذا الفريق ب3-0، سجلت لهم انا هدفين. واش كنت تلعب انت في الوقت هذاك؟ او الحق بنا الشيخ صالح. صالح عبد الحميد. ايوا هذا وين الحق بنا. تحياتي لك الشيخ عبد الحميد. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك الشيخ لاباس؟ واش راكم لاباس؟ صافا. هو كتب لنا ربي باهم اليوم نقابلوك. الله يسلمك. قبل وخيرنا الوقت تاع الماتش والجمعه راهي اش كتبر راهي متحيره ان شاء الله والماتش قريب يبدا ان شاء الله. ان شاء الله يربحوا ان شاء الله. المهم الميركان ما فيها حتى ما فيها حتى هضره. هذه الاسبري سبورتيف موش كيما قلت اوسير بها ربحت السياسي. لونتون ترى مالفين بلا كوب. بربي ان شاء الله دوزيام سوف ليه ان شاء الله. وانا مع سي عبد الله لاعب القاهر. شكرا. قديم ومن تون عبد الله ماتم لاعب قديم وكان بعد ما المشوار تاعو حبس ولا رئيس تاع الفريق تاع لونتونت. وكانت في الوقت وين كان نلعبوا غير على النيف اليوم ولات مادة وراح تبدلت. جستمون حبينا نحكيو معكم في هذه المواضيع على جل باش تعرف الناس الأجواء اللي كنتوا تلعبوا فيها والفرحة اللي كنتوا تصنعوها رغم الإمكانيات اللي كانت ما عندكم شو رغم الأجواء اللي كنتوا عايشينها في ذلك الوقت، ولكن كانت كرة القدم يعني كان عندها واحد الطابع هكذا وحده. أنا نزيد نقول لك حاجة أخرى. بكري كرة القدم كما قلت عندها طابع خاص ليها. نعم. وكانوا الفرق اللي كانوا يلعبوا، نعطيك بالمثال الوفاق سطيف تاعنا كانوا غير خاوي يلعبوا. فرونتشيف ثم دوك نسمي لك ماتام 1 ماتام 2 صالحي 1 صالحي 2 فلاحي 1 فلاحي 2 مسعودي 1 مسعودي 2 بولك فول 1 بولك فول 2 بن محمود 1 بن محمود 2 تعرف لقينا روحنا اون فاميلي راهي تلعب في الكرة القدم ماهوش لعابة. وهي الغالب ماهوش يعني قالوا وما فيهاش يقول لك التاف والله جاب خوه والله غير يخطيك ذراع كرعك غير والله ما طير لك. صح. قال لي سافر مع شيخ لاياس الله يرحمه. شيخ بن عوده لاياس اللي كان هو اللي المرب تاع الفريق والمؤسس الفريق كان وش يقول لك
تجيب بلاصه من عنده بصح كي يروح للكاسا ويشوف اللاعب يعرف اللي عنده موهبه اللي ما كانش يكون لاعب من الكبار. على هذيك اللي واليوم هاك تشوف فيهم الماده تقلبت على كل شيء. صح صح الماده لخطات الماده راحت خلات عادوا يديروا المظاهرات انا من نلعبش باسك ماده لابريم ويضرب يا ابن عمي يدير لك يضرب على تاع رجال باله واش بقى. نعم احنا الحمد لله عقبنا تاريخ تاعنا وتاريخ ولي هضر ماناش احنا صح. انا وغير دوك اليوم جات هذه المناسبه برك بالك باش نعطيكم توضيحات اكثر ولكن احنا الحمد لله رانا طري ساتيسفي نوتر كما قال اخر باركور تاع من الستينات نعم حتى تقريبا 77 78 بها جبدنا روحنا من كرة القدم باش دخلوا فيها البزنس او دخلوا فيها تاوع الرشوة ودخلوا فيها ذوك. صح صح هذا هو. صح بارك الله فيك. فهمتنا. نعم بارك الله فيك. إذن شيخ عبد الله ماتام قلت لي البداية نتاعك كانت هي المقابلة اللي ربحتها مع فريق فرنسي بثلاثة صفر. ثلاثة صفر مع تروازاس فريق فرنسي. من ثمك ساعتك جا استقلال وشاعت. وش هي الظروف اللي كنتوا عايشينها في ذلك الوقت؟ كيفاش كنتوا تتنقلوا؟ كيفاش كنتوا تلعبوا؟ كيفاش كنتوا ديروا ليزونترينمون؟ نتنقلوا كاينين بعض الايام كنا نتنقلوا نروحوا نلعبوا في العاصمه نروحوا الصباح نلعبوا المقابله ونروحوا. ما كانش هذيك تاع بكري كان يعني الانسان كان اللاعب كيفاش كانوا يديوكم يعني كنتوا تديو كار تكريو كار ولا كانوا يديوكم ساعات كار ساعات تاكسيات ساعات كاينين الناس اللي بينافور كاين ما كانش هذيك تاع الناس كانت تشتي تتنقل معنا. كيفاش كنتوا تشتي تتنقل معنا الناس كانوا بعض المسيرين كان عندهم سيارات خاصه نتاعهم نروحوا معاهم كي ما لقاوش مره ساعات نديرو كار. انا نشفى في الاستقلال كان الرئيس الراحل ربي يرحمه بومدين بالله هدنا كار ولينا نتنقلوا فيها نروح حتى الوهرن بها فهمت. وكانت يعني دعوه صعبه جدا وما كانش هذا الانسان يلعب برك يروح يروح يخدم ما كان حد والله غير كاينين بعض المقابلات نلعبوا في ورا نروحوا نلعبوا 6 تاع الصباح 6 ونص ونروحوا ديريكت للخدمه نفطروا ونروحوا ديريكت للخدمه ما كان لا رقد لا والو ما كانش ريكيبيراسيون وما كانش هذا الشيء هذا كل جا من بعد. نعم واش هي الكاس يعني دي غران مويان اكتوالمون دي غران مويان افيك دي بتي ريزولتا افيك دي ريزولتا نيجاتيف جو دي بيان دي ريزولتا نيجاتيف يعني اللي للاسف ان يا بلو دو مورال ان يا بلو اي دوكا كتاف كيما قال لك محمد صالحي قال لك ولات تجاره الرياضه هذه ولات تجاره يعني وحنا نتاسفوا لهذا الشيء. الكاس الاولى اللي تحصلتوا عليها واش من عام تحصلتوا على الكاس الاولى وكيفاش كانت الاجواء في ذلك الوقت في سطيف كيفاش استقبلوكم كيفاش؟ الكاس الاول كان في 63 وين مضرب قعدنا النهائي مع فريق ترجي مستغانم لعبنا المقابله الاولى وين مضرب درنا ماتش نيل هدف لهدف وعاودنا 15 يوم من بعد المقابله وين فزنا عليهم باثنين صفر هذا كان اول كاس اللي جابوا الوفاق بعد استقلال يعني كان نقول لك شيء مدهش كان يعني اول كاس هذا هنا في سطيف غير الكاس هذا ومازال عندنا هنا للان هذاك يعيطوا له كاس استقلال مازال عندنا دوك في الوفاق للان فهمت وكان واحد الجو يعني ما نجمش نقول لك عليه وانا مضرب بلاك راك شفتهم داروا عليه فيلم تاع كحله وبيضه والله تاع 68 كاين فيلم قبله وانا مضرب يناعتوا الناس كيما داروا ليبوك داروا قطار خاص للمناصرين تاع بوكستيف اللي راح للجزائر قطار خاص يعني واحد الجو واحد الفرحه واحد ما نجمش يعني واحد الجو كيك شوز ديكسترا اوردينار مع الفرحه تاع الاستقلال اكسيتيرا راح الغاشي بزاف يعني كان واحد الجو
اكسترا اوردينار. والعام من بعد زدنا ثاني فزنا بالكاس. كاس الثاني مع الموك. مع الموك وبعد مع موك قسمتنا وين مضرب فزنا عليهم هدفين لهدف. ربحنا الكاس. وش هي المقابلة؟ لا بريمير دومي في هذه كي البريمير. شوف كانين بعض المقابلات كما نولي للكاس الأول. الكاس الأول لعبنا نصف النهائي في قسمتنا وين مضرب الوفاق كان منهزم 2-0 مع اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة اللي كانوا عندها لاعبين دوليين لاعبين من طراز ما كانش كبير. اخي هدفين كان بعض المناصرين خرجوا من الملعب من قسمتنا جاوا مروحين لعبوا الصيف لهنا قالوا لهم امر الوفاق ربح 4-2 قالوا ما كانش خليناهم خاسرين 2-0 ودوك قالوا قلنا لكم هما رابحين ربحوا انا عمي ربحوا 4-2 ابري برولونغاسيون بعد الوقت الاضافي فهمت. والعام من بعد في 64 شات الظروف زدنا طحنا معاهم نصف النهائي في الجزائر. في هذاك الوقت انا نشفى قالوا لي اسما ما راحوا داروا تربص في الشريعه 10 ايام وما تربص مغلوق. احنا قلنا كيف يعيشوا 10 ايام واحد ما يشوف الاخر واحد هذاك. وزادوا انا ذاك دعموا الفريق نتاعهم بلاعبين دوليين كمثال مبكر رحمه الله عليه غارديان بيت وليفرير بوشاش ربي يرحمهم ثاني دعموه بهم وفزنا عليهم 3-2 و جافي لا شونس انا دو ماركي لو توازيام بيت وغرام بكر ربحناهم 3-2 في الجزائر فهمت. ومن بعد يا يو باساج افيد نتاع 65 وزدنا فزنا ثاني بالكاس هذاك ديرتي شويه فسك كان لعبت 66 65 باسكو من بعد اني دخلت معاهم فهمت دخلت من بعد معاهم في 65 لعبنا الكاس مع سكيكدا كانت في وقت الحرب مع اسرائيل يقول لها ايه السيجور لا غير دو سيجور هذوك تاع سكيفي جاتنا مباراة واش نقول لك مباراة تاع تقول حزن كنا رايحين نلعبوا في الجزائر في الفاوت وخايفين قال دوك تجي طيارة تاع اسرائيل تطيح علينا واش نقول لك ما لعبناش لعبنا ماتش بارد مرة لعبناه مع سكيكدا وربحنا 1-0 وشكون اللي كان يلعب معنا مفاجأة كرمالي عبد الحميد كان مدرب ولعب في نفس الوقت كان يلعب معنا ولعب إلي دروا وهو بالذات اللي مد لابال الكوسيم كي خبطت في كوسيم ودخلت يعني تيرمون كان داخلة يعني الحق هذيك يا برك الكاس اللي كان ماهوش يعني حلو بزاف لأنه ما احنا كنا متحيرين من الحرب هذاك تاع خاوتنا في فلسطين في الموت وذاك وحنا نديو الكاس ما جاش حلو. بعد العام هذاك قول 67 68 احسن كاس اللي داته في وفاق ستيف هذاك هو في الجزائر وكانت كي تقول لي سيبورتير مومش كي تعذرك كنا نلعبوا حنايا في الفاوت وقت في عبد الله والله يا الشعب غير في الله لين دو توش واقف ما كان لا باروداج ما كان لا بوليسية كاينين حاجة قليلة بصح تشوف يعني الشعب معانا برسك في الميدان في التيرا وما كان يصير لنا هذا المخالف هذا اللي راهو صراحة صاري دركا وهذا الاقتلات اللي راهم صاريين وهذا العنف اللي راه صاري على زي كرة القدم. لعبنا أخي مع فريق النهد في هذاك الوقت كنا ثاني صرا أكثر من تاع زادوا فكرونا في الفريق تاعنا الكبير اللي ربح كان معاهم عبد الله في 62-63 نفس الشيء السيناريو تكرر في 68 كنا خاسرين ثاني 2-1
جماعه خاسرين دو بداو يخرجوا من الصطاد ومروحين للصيف، اخرين حكموا طريق دقيقه باش نقول لك زوج دقائق الاخره جات واحد الكره الكوسيم جا زعما يشرع على الكره او يخطفها له هذاك اللاعب تاعهم بويحي ربي يذكرهم بالخير الزوج حبابنا ولو حتى كان الخصم تاعنا بصح هو حبيبنا في نفس الوقت خطفها له بويحي ويمركيها على الحارس المرمى نتاعو سكيفي داها كونتر بي عشينا في 2-2 جا البرولونغاسيون على بالهم باللي لونتونت اللي كانت لحقت لا فينال او عمرها لا تخسر وزيد احنا كانوا يعيطوا لنا الدوزيام سوفي الو سكيفي من ثم ديجا اعتبروها باللي الكاس راح لهم يا اخي كانت في هذيك المباراه ثاني محصره هذيك ربع ساعه الاخر ربع ساعه الاخرى ويجيب ربي عبد الله ماتام يمد لي واحد البالا واش نقول لك واحد الطايبه واش ندير لك عقب زد عقب الزوج او كتب له ربي اليوم حنا هذا باه يفكر لي فيها عقب الزوج وماركيت لهم الثالث يا اخي ربحنا 3-2 قال لي هاني قلبت لك خاطر هاني قلبت لك تاعي باس باس خاطر قد المره نباسي لهم باسي لهم قال لي هاني قلبت لك تاعي باس باس اي قلت له معليش الحمد لله يا اخي حاشينا فايزين بهذاك هذاك واش نقول لك العام هذاك كانت احسن كاس داته في الوفاق ونقول لك كنا نروحوا للصيف يلاقيونا في البويره والله ما نعقبوا غير حبسنا شربنا القهوه وكلنا القاطو يلاقيونا في البرج والله ما تروحوا للصيف غير حبسنا وشربنا يا تحب ولا تكره لازم يشوفوا لا كوب قبل ما يروحوا وهاك تشوف لحقنا وين هذاك العنف عدنا اليوم البرج مع الصيف واحد النفاق واحد واش نقول لك ما كان حتى الاخوه مره راحت مره ما يبقاش كرة القدم طول، ألوغ كانوا هما بالذات لي سيبورتير تاعهم يلاقيونا، والله ما تعقبوا كان شربت القهوة وكلينا القاطو باه يسرحونا نروحوا للصيف. ودارت لنا عورة وهذا واليوم راك تشوف العنف راه في كل الملاعب، واش نقول لك ربي يستر برك إن شاء الله اللهم آمين. اللهم آمين واش يقول لك واليوم إن شاء الله ثاني نقولوا ربي يستر برك اليوم في المقابلة هذه تاع الحراش. خاطرك الشعب جا كثير من الحراش ونقول لك غير ديجان شفناهم صباح في عين فوارق يعني واش نقول لك والله غير يخوف وربي يسترهم برس ثاني ديجان هذو تاع 28 و 24 و 18 و 16 تقول لك ماهمش ما عندناش ثقافه الروح الرياضيه مره مازال وربي يستر برك بالك هم داروا لا هم داروا حراسه شديده كما قال اخر جابوا تقريب رونفورسوها من كل البلاد لا بوليس راهي لهنا ان شاء الله بربي ما يصرا والو وكان جاو يفهموا هذه مباراه غير تاع 90 دقيقه برك ماهيش يعني ذوك المباراه تاع 90 دقيقه وخلاص كل ما يرقان لك عند بلي فور عليا واش فيها لا فيها والو اديتها مبروك عليك وخلاص وانا العقوبه ليا لكن هما ما يفهموهاش هذه ما عندناش ثقافه تخسر ولا هذا الربح برك ما عندناش ثقافه المنافسه اي واش نقول لك ولي يديروها وكل دايرين على المسيرين يرحم والديك يروح يدير لك تصريح في الجريده اليوم ما تفرحش واش معنا صافي دير بلي نربحك باي صفه سي نورمال الاخرين الخصم ديجا وديجا يجيك معمر صح ما دير ما تفرش ما عندك رانا واش نقول هو اصلا يعني كرة القدم يعني خاصة اللي ما يلعبش يعني اللي يكون برا يتفرج يعني هي اصلا هي تدير ذاك القلق هذاك ودير التعشيش اسمع والله ما هما برك والله اللاعب غير عندهم نفس عندهم نقول لك 90% اللاعب 90% المسؤولية تاع العنف اللي راه صاري تي يرحم والديك دوك حنا جزنا عليها وعقبنا ايه نشفى عبد الله بكري يقيسني جوار والله هذاك ما نوصل ليه هنا على بالي بلي ما دارهاش بالذمه اول يوم يقيسو ما دارهاش بالذمه هذاك جوار هو اللي يبروفوكي البيبليك ينوض ليه ويبغى يكلح ليه سي نورمال البيبليك هو احنا بكري كيقيسنا واحد وكونترير نوضو نزيدو نوضوه البيبليك يسكت يقعد يتفرج يولي يصفق وحنا اللي مضرورين وانا اللي ناخذ الضربه بصح ما نعطيهمش الفرصه باه اليوم الجوار هو اللي يبدا كان جا كل جوار يعني يحكم تيمو يحكم سبعه والله ما نصرنا هذا الباب غير هما اللي يبداوها غير اللي جوار راني نقولها ونزيد نعاودها
كي انا شفناها ترافير لي ستاد الفوضى من تبدا تبدا من الجوار دابور باسكو اللي يكون موجود في نهاره باه يدرق لا ميديوكريتي تاع النهار هذاك لازم له يلقى حل وكيف يلقى حل بهذا ذاك هو الاربيتر هو ذاك كونتيستاسيون ديسيزيون يا سيدي وكاين كاين اربيتر كاين حاكم يا سيدي ايوا حنا نشفق كان عندنا ربي يذكره بالخير الله يرحمه الشيخ بن زلاط كان ما يهدرش معاهم مره يهدر غير بالصفاره تفهمها وحدك بالصفاره يهدر معاك والله غير كان واحد الوقات غير كان كي نجي هنا بالبالو لادفيرساري يهز كره وبرك من بعيد يصفر عليه كفرا قبل ما يلحق ليا تلمو على باله باللي مناش من توا هذوك الفوضويين وكنا الاربيتر عمرنا لكن كي يدير قرار عمرنا لا نرجعوا له نحك ساكتين قرار نهائي ما بقاش حديث حتى وعندك الحق فتوما دير عمد امر به تعاود والله تلعب الكره والله تعطيه بينالتي خلاص ما بقاش حديث حنا اللي مولانا يجيو يدوروا فيه يبغاو ياكلوه الاربيتر هذاك يزيد يهاب يولي يخاف يولي يزيد يدير شيء اكثر وهذا هو اللي راه صرات مع تاع اليو اس مان دالجي مع سعيده في سعيده حنا نشفع اسمو لي سيبورتير تاع سعيده لا غروند كلاس من بكري لوهرنا والله سعيده لا غروند كلاس كيف لحقنا لهذا الدرجه هذه وين واحد تضرب موس العيفاوي هذاك مسكين جابها فيه تضرب جوار موس هذه ما صراش في الكرة القدم من نهار بدات البالو في الجزائر بالكش ماتوا صوتا طاح عندنا قداه جوار اللي ماتوا الله يرحمهم موحى تاع السير بي اكسيتيرا وكاينين بصح ماتوا في كرة القدم بلا ما تقاسوا واحد لكن هذا باهي تضرب في مباراة كيما هذه هذا ما همش مسموح لهم تماما ما همش مسموح لهم لا ما حتى ولي سيبورتير ماهيش مسموح لهم تماما لانه ماهيش خطرش هذا وانا نعطيهم غير مثال برك هذا العيفاوي بالذات رانا في الوقت الاحتراف رانا بروفيسيوناليزم متى ما تدريش غدوان ممكن يصبح يلعب في سعيده هذا اللي ضربه بالموسي واللي يصبح هو اللي يصفق عليه ويجي يسلم عليه كيف هي عجبتك ربي تقبله خاطر رانا في الاحتراف اليوم ضربته بموس وغدوه يكون هو جالس هنا في ليكيب تاع سعيده بالذات هو يولي اكفاه ما انت سي خبابه نعم نزيد نفكرك على صديقي عبد الحميد او كي خويا من بكري وحنا ما نخطيوش بعضنا نعم فكرك باللي تكرم من طرف الفيفا كاحسن لاعب اللجنه الاولمبيه العالميه في سويسرا نعم اون كاليتي دو تاع لو فيربلي وكرموه في لوزان في سويسرا كرم هذا عند عامين ولا ثلاثه ولا فهمت ديرو المشوار نتاعو الرياضي وكل ما داش ولو بطاقه سفره والله شفاوي ما كانش صالح عبد الحميد معروف بالاخلاق نتاعو معروف هذه يعني نقطه مهمه نعم كلاعب دولي ولاعب وفاق سليف لاعب دولي ولاعب ثاني الى في لا سيليكسيون دافريك نعم فهمت الى ايتي شوزي برمي ان شاء الله نديروا له مير جوار ان شاء الله نديروا له برنامج خاص به ان شاء الله الشيخ خبابه نعم ممكن مادام كاين لي جوار ولي سيبورتير على مستوى القطر راهم يديروا في المقابلات تاع كاس الجزائر ممكن الشيخ صالحي والشيخ ماتام يقدموا نصيحه لهذا الشباب لانهم عندهم الايفون و في لي بورتابل تاعهم نعم شوف نقول لك اختو يقدموا لهم نصيحه على المباشر على الديسيبلين تاع الرياضه في الجزائر باش ينصحوهم هذه راني جاي ليها انا على بالي باللي راهو الوقت يضغط راني عارف باللي راهم ينتظروا في المقابله نتاع كره القدم بينهم وبين الحراش وعندي انا واحد الحوار منهجي هكذا حبيت باش نجي نقطه بنقطه في النهايه نخليو النصيحه هذه هي الاخرى تفضل الشيخ متام انا حاب نعرف واش هي المقابلات اللي رسخت في الذهن نتاعك مقابلات عندي قطع مقابلات وش هما المقابلات اللي هي مقابله تاع في 64 نصف نهائي مع اتحاد العاصمه
وين مضرب فزنا عليهم نصف نهائي في الكاس، فزنا عليهم ب3-2 وحصل لي شرف اللي سجلت الهدف الثالث لحارس الكبير ابو بكر رحمه الله عليه. نعم، انت في ذلك الوقت شيخ ماتام واش كنت تلعب انت، الناف ولا ديس؟ كنت نلعب جناح ايمن. كنت تلعب سات، وكان خويا شقيقي كان هو رقم 10 لونيس هذاك الوقت. لونيس انا عميه وكانوا دي جوار كلها، كان مسعودي في هذاك نشفى الهدف هذاك يعني جاء بشق النفس. كيف بشق النفس؟ كان عندنا العيد مسعودي لعب كبير الى في نص الميدان، تكسرنا تكسر الى فراكتور في ركبته، وانا ذاك ما كانوش البدلاء، لاعبين البدلاء 64. كان المدرب نتاعنا الحاج الهادي بن محمود أطال الله في عمره، هو اللي كان المدرب، قال له جبد برك الله نعلمنا وقعد، قال له انا كرعي ويدلا كيف نجبد نخرج، قال له ريح هنا برك مع لا لين دو توش وما تكسرش راسك. جاب كان شقيقي لونيس جاب واحد الكره هكذا في النص، قدم 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 ما لقال من حصروه، ما لقال من يمدها، مدها للعيد مسعودي هو مكسور مسكين، قال له عيط علي، قال له له تمد لي، قال له روح برك زيد مدها منا والله منا، يهز راسه العيد شافني انا كنت في الجناح الايسر وروح ديماريت. وكان ابو بكر شافوا هكذاك مكسور يقول لك هذا ما ذكوش لحق الكره حتى للسيمات محال يا اخي تركز على كره مسكين المريض، كي شافني ديماريت طيشها ابو بكر كي دار قال يحذاه، وانا سجلتها بدماغ بيت فرغ، انا سجلتها بدماغ واش نقول لك يعني العيد خرج والعيد خرج لقعت مع لاتوش الغاشي اللي كان ثم تولى التيرا محسوب كان قدامنا، انا كيما مت في ذاك النهار قلت الحمد لله الغاشي كل طاع عليا يعني بالفرحه يعني السيبورتير تاعنا بالفرحه يا اخي، نقول لك واحد 10 دقائق باش المقابله ولا تنطلقت. نعم. فوزنا اليوم قعدنا للنهائي مع مولودية قسنطينة ربحناهم ثاني 2-1. نعم. ماركاهم زميلنا ربي يرحمه رشيد بنكاري. نعم. ماركا زوج بيوت غلبناهم 2-1. نعم. يعني المشوار كاينين بعض النكت، كاينين بعض على بالك كل انسان كل لاعب في المشوار تاعو الرياضي يكونوا عنده نقط، يكونوا عنده هذا المقابله هذه مع اتحاد العاصمه، انا كي دار المدرب كي دار التشكيله تاع الفريق قلت له ما نلعبش، بكل صراحه قلت له ما نلعبش، قال لي كيف ما تلعبش؟ قلت له ما نلعبش، انا خايف نشوف نلعب مع بنتيفور مع ابو بكر عام لقاء تاع كره القدم في الجزائر في ذاك الوقت. قال لي نقول لك ولدي كمني لي في القرنيه، قال لي تلعب، قال لي والله غير انت اللي تغلبهم. نعم. وفعلا كما قال لك كما صارت، انا سجلت الهدف الثالث. نعم. الشيخ ماتام يعني شكون هو اللاعب في ذاك الوقت ايضا اللي ترك بصمه في الذاكره نتاعك، يعني شكون هو اللاعب اللي بقيت انت متاثر به في المسيره نتاعك نتاع كره القدم؟ شوف في ذاك الوقت كاينين لاعبين بزاف اللي كانوا يعني صنعوا، كان نذكر منهم كان خويا شقيقي الى ايتي ميور جوار دالجيري في لي زاني 62 63 64، من بعد كاين الالماس في الفريق تاعنا والله، كاين على مستوى الوطن المستوى الوطني يعني وشكون هو مستوى الوطن، كانوا عندنا احنا دي جوار اللي كانوا ملاح في وفاق ستيف، وكانوا ثاني كان عبد الحميد صالحي جاء بعد 64 وروح لايت الميو جوار دالجيري، يعني هذا في صبر الاراب تاع الناس تاع الرياضيين. نعم. كان لالباس، كان سريدي تاع قلما، كان كوما فون سوندر، كان حشوف ربي يرحمه تاع قلما، كانوا بزاف اللاعبين في مولوديه الجزائر، في اتحاد العاصمه، في القبه كان عميروش، كان في السيربي كان هذا سلمي، كان عاشور، كان داير تاع السير بيادو، كانوا يعيطوا لهم لاطاك ميترايوز، فهمت؟ ما كانش مقابله وين ما يربحوش بربعه خمسه، فهمت؟
كانوا يعني شويه مسيطرين على البطوله. نعم مسيطرين على البطوله. وناه المدرب ايضا اللي اثر في الشخصيه نتاعك الرياضيه؟ مدرب يعني قلت لك المدرب هو مختار العريبي الله يرحمه. نعم. هو اللي يعني تعلمنا معها كثير كثير، سواء في السيرة نتاعنا، سواء في كرة القدم، سواء في كلش تعلمنا عليه كثير كثير. ويعني ما نجمش نعبر لك يعني الشيء اللي خلاه ولا ماركي لسبور أسيتيف في الوفاق. داير دوك الصحافة ولا كي تهضر عليه يقول لك لو كلوب شارى مختار عريبي سي لونتونت. وثاني ما درب حتى فريق من غير وفاق سطيف، درب خطرة اتحاد سطيف، ودرب ثاني كان يدرب بالمناسبة كان مدرب في وفاق سطيف وزاد مع الملعب الصيفي وحكم ليكيب ناسيونال جونيور، حكم يعني سيتي ان غران، سيتي ان غران غران دونترينور. كلش 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 هو عنده لا ديسيبلين، لا ديسيبلين. احنا كنا ندربوا ثلاث خطرات ساعات ربعه في الاسبوع. نزيد نقول لك عنده نقطه اللي ما يجيش نهار ثلاثه، نهار ثلاثة كونك متني ما يلعبش ويعود واش يعود. نحكي لك واحد النقطه صارت لنا، احنا نلعبوا في وارن مع لازمو اكتويلمون. لازمو كان خويا لونيس يعني سيتي لو شوشو دو ليكيب، كان يلعب ديس انتر. وفي ذاك النهار نفحت له مختار الله يرحمه كي دار التشكيله لعبوا رقم 11، ما حبش. قال له انا مول في العبدي ساعطيني رقم 10. قال له لا تلعب 11، درتك 11 تلعب 11. قال له ما لعبش، قال له ما تلعبش. راح معنا واحد ربي يرحمه ثاني كسائق السياره، راح معنا كان يلعب معنا في ليكيب ريزيرف. قال له هاك تعال عطاه تريكو. قال له ولد الشيخ لاياس، ولد الشيخ بن عودة عبد الحميد. قلت لك كسيق عطاه تريكو قال له هاك لعب رقم 11. احنا قاعدين كل ندنقو، كنا لو مختار هاو كيفاه هو ماتش امبورتون، احنا نلعبوا البطوله. قال لنا فور لا ديرنيير فوا يلعب رقم 11 ولا ما يلعبش. حاولنا لونيس، قلت له انا شخصيا كنت خش لعب البس تريكو 11 خش لعب كي خشوا للتيرا يساعدك ربي ورحمته نلعبوا كيما نحبوا. قال ما والزق قال نلعب لازم نلبس رقم 10. واش يقول له هو مختار؟ قال له بور لا ديرنيير فوا تلبس تريكو رقم 11 والله. قال له اعطيني رقم 10 انا نجيب لك الماتش. قال له مختار الله يرحمه قال له العب رقم 11 وما تجيب لي والو. قال له راح تقول لي عنتر والله ما لعب بالمقابله. ودرنا تعادل وجينا. يعني بور فو دير لا ديسيبلين، قالاش لو بروفيرب فرونسي يقول لك لا ديسيبلين في لا فورس ديزارمي. نعم كي تعود لا ديسيبلين كلشي يمشي. لي زونغلي واش يقول لك؟ يقول لك يفو ميو افوار اون ايكيب ديسيبليني كافوار دي فودات اي لي ديزورد سو لو تيران. فهمت؟ انا نشوف فيهم اكتوالمون اللي واش راه صاير. كيما دوكا كاين فريق يجيب لك لي فودات منه ومنه ومنه ومنه، بصح الناس يبلي نا با ان جروب الى دي فودات ما عندوش مجموعه جوستومون يعني اللي يتفاهموا. فهمت؟ نعم كرة القدم هذه سي اون بار مومون كاين الناس يعني يحوس غير يحوس غير الربح. الربح يجيب الخدمه يجيب النظام ما يجيش بالفوضى. احنا شفنا واش راه صاير في الملاعب والناس الناس شوفوا. مفكر كان تبعت واحد الحصه والبارح في شروق ولا ما شكون هذيك في التلفزيون تاع شروق ولا مضرب جابوا ولا نهار نهار ايه جابوا رئيس الشلف مدور بالمناسبه العشرة اسمه فينا نبلغ له السلام. وجابوا السيد ما نعرفوش تاع اتحاد العاصمه وين مضرب قال له تاع الاتحاد العاصمه يعني ما شفتش الاسم تاعو شكون هو يريبريزونتي الناس هذو اللي حكموا اتحاد العاصمه دوك اللي حداد. قال له كلمه الكلمه قال له تاع اتحاد العاصمه قال له ماذا بكم يكون تجيو لينا تتعلموا كيفاه
كيلو مدور يعني لا با يو فروا ايزيو يعني جو فيليسيت بور لا ريبونس كي لا دوني. قال له انا كرئيس فريق عندي 15 سنه وانا رئيس، انت جيت البارح قال له للكره القدم بدراهمك تحاول تصير. قال له كي نحب انا نجي باش نتعلم ولا ما نروحش لليسبان ما نروحش بالنوبل نتعلم. صح الناس في الاحتراف عندهم قداه نعم، كيف نجي عندك انت اللي جيت البارح؟ قال له انا كرئيس عندي 15 سنه وانا رئيس في الفريق. يعني فوي يعني ساعات ساعات كاين واحد جواب جاوبو في محله. كاين الناس يعني ربي يعفو علينا وعلى الناس بدراهم ويحوس يشري الناس. الشيخ ماتام نعم الشيخ ماتام يعني من خلال المسيرة نتاعك انت الرياضية يعني ترى تشوف من انه فيه بعض اللاعبين سيما من الوفاق نتاع الصيف يعني تحقروا اعلاميا يعني ما نالوش الحظ نتاعهم، لانه عاده هو انه الاعلام يركز على اشخاص معينين وراك تعرف كره القدم يلعبوها 11 ما يلعبهاش واحد. انا شوف هذا دور الاعلاميين، دور الاعلاميين دور مهم 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 فهمت. الاعلاميين خاصه عندنا خاصة كيحبوا يطلعوا اللاعب يطلعوه كيحبوا يخليوه يخليوها كلاعب صغير فهمت. كاينين لاعبين ولا مضرب يمدوا الكثير للفريق ويبانوا مع عند الاعلاميين باللي ما كان والو. سي سكو لابيل يفو ان جوار تري صوبر يمد الكثير في الملعب بصح ما يبانش كثير كيما واحد بار اكزومبل اللي يحكم البالو بحرب ينحيوها له الناس تصفق عليه على خاطرش دار بتي بو لا خاطرش داها لواحد دار له فرق بصح ما كانش ليفيكاسيتي هذيك وين مضرب يخدم لصحابه. انا جو مسوفيا اون 68 كان بايتلو كوسيم ربي يشفيه بالمناسبه كان كوسيم دا البطولة تاع لو ميور بيتور في الجزائر 68 الى في ماركي 24 بيت دون جو كرو 16 ولا 17 دو لا تيت سور دي سونتر تاع لي زيلي فهمت. اي سي كوم سا لو ترافاي. انا عيال مدرب ربي يرحمه مختار عربي يقول لي في بعض المقابلات يقول لي فو بينيتري فو تونتي تا شونس وانا عندي واحد الرغبه جيم فير ماركي دي بيت بار مي كامارات سي بور اسيوري يدوك نشوفوا اللاعب يحكم البالو يراوغ صاحبو مدي ماركي من يعطيها له يحط كره وهكذا يماركي البيت ما يعطيهالوش يحب هو يماركي. سي ليغويزم صح انانيه سي با سي با زو فوتبول اني با ايفيكاس فهمت. تفضل سي. وقتاش توقفت على اللعب في الفريق نتاع وفاق ستيف؟ شوف انا توقفت انا صغير جاتني مسؤوليات وانا صغير وانا في الفريق. نحكي لك في 68 كان عندنا مكتب الاداري فيه شخصيات انا في ستيف معروفين كبار. صرا واحد الحدث هكذا واحد المقابله في قسمتنا وبغاو ينحيو المدرب المسيرين بغاو ينحيو المدرب هذا مختار العربي. احنا حكمنا موقف داروا لنا اجتماع قالوا لنا هاوش كان قررنا باللي نحيو المدرب مختار ونجيبوا مدرب اخر. هذا الناس ربي يرحمهم على كل حال كانت داروا خطه باش ينحيو مختار. باه احنا قالوا لنا واش كي داروا لنا اجتماع قالوا لنا انتم واش تخموا. كانوا لاعبين في هذاك الوقت وكل دنقوليا براتيكمون جيتي لو بورت بارول تاع الفريق هذاك الوقت كان في عمري 25 سنه. مي الحمد لله كان عندي ذكاء عندي جيتي دين ساجاس يعني اكثر اوردينار. قلت لهم انا اللاعبين قاعدين دنقوليا قلت لهم انا عطيونا خمس دقائق نفكروا ونشوفوا. قال لي خشوا حل لي واحد المكتب هكذا قال لي خشوا ليه وتفاهموا. ها يا جماعه واش تخموا ها واش كان المسيرين واش يقولوا انتم. وكنا في هذاك النهار بين قوسين كنا كان بالسبت في الليل
والغدوة الحد نلعبوا نصف نهائي مع ترجي قال ما في قسمتنا تاع لاكوب دالجير نصف نهائي. قالوا قلت لهم انا واش تخمو اخويا؟ قالوا لي دبر راسك. كيف ندبر راسي انا؟ القرار يولي لي انا. قالوا لي دبر راسك، لاحوا لي المسؤوليه لي انا. قلت لهم الشيء اللي نديرو؟ قالوا لي خلاص. خرجت لهم واش قررتوا؟ هضرت لهم انا قلت لهم احنا مختار يقعد معنا، ماذا بينا تكونوا خاوه وهذاك وصلهم بصح مختار الحق دار معنا مشوار واش دوكا لافي تاع دومي فينال تقولوا نحيوه. قالك احنا قررنا. وليت انا بنقصها كذا قد ما هضرت معهم هذاك ما حبوش. قلت لهم انتم ما تقروا والو، حنا اللي نقروا، حنا نقروا باللي مختار يقعد. هذه هي يا اخي. خرجنا من ثم قالك عادي ما احنا بركينا كنا لهم والله يسهل. خرجت من ثم عيط له، كان صديقي العيد مسعودي لعب معنا، كنت ديما يعني ما ندير حتى حاجه غير نشاور الجماعه ونايتي ديزني. احنا في زوج انا والعيد مسعودي ديته معايا، ورحنا شفنا مختار. لقينا في واحد لاباتيسير هكذا في الصيف برنسيير، طلعني لا منين شفنا قالنا روح وقتوني وديجا سمع يا ولدي. قلنا له مختار ها هو الصراحه، ها هو الصراحه، ها هو الصراحه، ما ديرناش دوك تولي احنا اللي نتبادلوا، ماشي احنا قررنا باللي انت تقعد وهما اللي شتي يروحوا، ما يهمناش يا اخي. قال لي بهذا الكلام، قال لي نزيد معكم المقابله هذه وخلاص. قلت له ارواح برك يا اخي. رحنا وفزنا على ترجي قالما في قسمتنا، ربحناهم ربحناهم 1-0 دعاء. وانا ثاني نشوف واحد النهار يعني لطيف، واحد الريح، واحد الريح ديك الساعه وماركيت لهم انا دوزيام بيوت. دار مختار ما شاف فيها والو الله يرحمه. كي عدنا مروحين في الطريق قال لي انتوما ربحتوا شكون اللي ماركا دوزيام بيوت هذا؟ قلت انا دار لي هكذا. قال لي والله راه عندك الزر. قلت واش دير؟ فهمت يا اخي. قعدنا للنهائي مع في 68 مع النهد، الشيء اللي هضر عليه قبيلت عبد الحميد. اوكي الشيخ كاينين مقابلات، كاينين مقابلات وين مضرب سرا سرا مصر. انا شفت واحد ربع نهائي في وهرن في 64 عام ديوني علي برك. لا هذيك بعد لعبنا معهم في وهرن نشفى. جا ضربه الجزاء كما خويا لونيس ضربها رطاها، جات واحد لابال دوزيام ميطا هكذا ماركيت انا البيت. ربحنا 1-0 وجينا خارج غدوه الجرايد، جرايد كل صباح ولا ميم تيتر داروا ماتان اراتان بيناتي ماتان دو مارك. دونك ني با دو ايه. كان واحد سيبورتير تاعنا كان لاباس به في هذاك الوقت، جاني تول الفندق دنك لي هكذا قال لي جبدك لاباس به يعني. نقول لك جبد في هذاك الوقت 5000 عطاها لي. قال لي فرحتنا هاك. قال لي شري قمجه وصباط في هذاك الوقت، صباط المليح واش نقول لك يسوى 1500 2000 والقمجه المليحه ب 1500. قال لي هاك يا اخي. حكمت عليه 5000 وهي فرحه كذاك سيبورتور ما كانش كان لاباس به. جاني زميلي خليفه كوميش الله يرحمه، قال لي كيف عطاك 5000؟ قلت واش دير؟ قال لي خي انا اللي باسيت لك لابال باش ماركيت، يعطيني من 1000 وراه تصرفت وقسمت انا وياه. يعني كانت واحد الاخوه، كانت واحد يعني كنت عائله واحده ما كانش يعني. كي كنتوا تربحوا هكذا في كاش ماتش هكذا ولا في لاكوب، واش كانوا يعطيو لكم؟ كاش يعطيوكم طوموبيلات كيف ما راهم الان؟ شوف نقول لك 68 في 68 عبد الحميد قدامي في 68 دينا دوبلي كوب شامبيونا. فهمت. قال لي الناس المسيرين، انا ذاك مسيرين شرطوا لهم في الصيف في دورو يلايمو واش عطونا؟ عطونا 100 ألف والله 80 والله 100 ألف في ذاك الوقت كانت تسوى. يعني نحكي لك واحد الامور، وانا في ذاك الوقت ذاك وين درت الدار ولاد صغار وذاك 100 ألف على بالك. ورحت عند واحد كان مسير ثاني معنا بوديسا يبيع الالكتروميناجي، شريت عليه غاز بيطان تاع القرعه بكري.
ما عندناش غاز دو فيل. مشي قلت لي غاز حسبوا لي ب 50,000 خلى لي شويه. زدت رحت لواحد واحد الحانوت كانوا يقعدوا فيه غير لي ديريجون تاع فريق اتحاد ستيف اللي سماه سنه ذاك، كانوا حبابنا وفاميلا ونساب. لقيتهم يجي في خمسة ولا في ستة مجمعين ثم عند هذا نقاش ربي طوله في عمره، وهذا لي ديريجون الاخرين ماتوا. كان بنو ذكا ومسير في الوفاق عمار سكلولي، هذا بنو ابوي بنو، كان هذا قدور مزا، كان كسكاس القريشي ربي يرحمهم، وكانوا ثلاثة ولا أربعة اخرين. جيت داخل هكذا ني شافوني عيطوا لي، دخلت السلام عليكم، قال لي ديتو هيا كذا من كذا. قلت واش دير نديو بيان سور، احنا فريق كبير نديو ربحنا الكاس. قال لي واش جابك؟ قلت قال لي جاي تبروفوكي فينا ولا واش هني؟ قلت له لا نبروفوكي. قلت انا عجبني الواحد اليسرى هكذا جيت نشريه. قال لي هذا نقاش مول الحنوت، قال لي روح روح تلعب على روحك، روح تلعب بالبالو برك. قلت لا، قلت قول لي بدا ايا. قال لي روح انت واش بيك؟ قال لي غادي عليك. اول اول جمعه قالوا له واسيدي قولوا له السمو خليها. قال لي نشفى في هذاك الوقت 38,000 38,000 اليسر، والله غير راه عندي رزق في الدار رزق. قلت واعطيه لي. قال لي قلت واعطيه لي يا سيدي. لا قالوا له جماعه عطي له. لا خف عليه. واش جبت انا كنت تحتي صور 50,000 كان ب 10,000 الكبير هذاك، كانوا عيطوا له احنا عندنا باللغه نتاعنا فرش بوطالبي فستنطابي. جبت ربع ورق قلت له هاك تسلك نحالي ومبالي هذي دنك دنك لي هذا قلب لي 10,000. قال لي انت بحال هاك والله غير عندي الذكر في الدار اليسرى فار يعني دوخ. نعم ذكريات هذوك كلها. وعقبنا عقبنا عقبنا كنا ولينا نحكي النكوت هذو يا حسره. هذو مال هذو مال ملاح هذو على جد. وزيد زيد نقول لك بعد المشوار تاعي جا فيه باركور يعني دي بليز اونورابل فريق. بعد المشوار تاعي حكمت مسؤوليه وانا صغير، حكمت الفريق، حبست البالو، حبست البالو اللي تحكمت الفريق في 72 73 73 74 حتى الاصلاح الرياضي حتى 77 وانا حاكم الفريق. كنت انا والاستاذ كوسيم وبصح قالت هذاك الدرك طايح غير على واحد فريد. كوسيم كان التي خدمته بصح يجينا الاجتماعات ولي بصح كلش انا. وكان معايا واحد زميلي صديق كان هو طريزوري سعدي اللي بنو كان حاكم هذا عام الاول والعام الاول حاكم الوفاق وليد صادي، هذا كان بويو صديقي روح للروح. كنا مع بعض احنا نسيروا الفريق واحد ما على بالو نديروا كلش وحدنا، فهمت؟ حتى جات لا ريفورم كانوا لي جوار كيما لي فرير صالحي لي عيطر بن هني لي فلاحي اكسترا كانوا كل يعني واحد قدر لي ما عندوش. والله غير عييت وخش ليهم في لاميطون لي فيستير نعيط والله غير نضربهم الكف والله واحد ما يقول اح، فهمت؟ ودوك تبدلت الامور، تبدلت نعم تبدلت العقليات، تبدلت دوك يعني الحق الوقت وين ما ضرب اللي نقول وانا ما نروحش نشوف المقابلات يقول لي واه كيف انت ما تروحش، نقول والله ما نروح نقعد ندور نحكم البوس نسرش وشنو نمرض نمرض الور لا خسروا ما عندي ما نقول لك. والله غير كنت بكري بكري كانوا كي نخش للدار هكذا لجوز تاعي تقول الاولاد اقعدوا اسكتوا اسكتوا الا نضرب خسرت ولا دارت هكذا وإلا كان عاد ربحنا في شطاب هكا على وذوك الدراري نقول لك نعطيك واحد النقطه اخرى نعطيك نقطه اخرى. نعم دوك ولادي انا دوك كبار فيهم جميعي في رضا رضا بنك ولا ولد خوك؟ رضا ولد خويا جا من بعد لعب يعني المشوار تاعو هو داروا الكثير الكثير داروا في السياسي رضا رضا في شباب رضا داروا في شباب قسنطينه اوكي يعني المشوار تاعو الكبير. وك انا قلت لك كمسير كمسير ديت يعني ديت معاهم بطولات دينا كنا في الدرجة الثانية طلعنا ديت معهم كاس الجمهورية في 90
وزدت ديت معاهم كاس افروسيوي لواحد مده. فهمت لا سول ايكيب اللي دارت لونطونت اللي دارت كاس افرو اسيوي. والكاس هذا انا كنت معاه في ذاك الوقت اونترينور ولا ديريجون؟ لا لا كرئيس كرئيس الفريق. اوكي 89 90 كنت رئيس للفريق كما حلوا الانتخابات الحره هذيك خرجت انا كرئيس. درت المقابله هذه غنان لعبنا مع السد القطري. هذه اللي راه دوكا مشهوره السد القطري. لعبنا في قسنطينه هنا خاطرش كان القانون يقول بلي لازم يكون ارضه الميدان تكون بالعشب طبيعي. لعبنا في قسنطينه بالجمعه والجمعه الاخرى لعبنا في قطر في الدوحه وربحناهم هنا في قسمتنا 2-0 ولا وزنا ربحناهم في قطر 3-1 رغم الامكانيات. يعني درت كانوا الناس مسؤولين يعني عاونونا ربي يعطيهم الصح. نعم نذكر كل الاخوه اللي التحقوا بنا الان وراهم يسمعوا فينا البرنامج نتاعنا اليوم هو الحنين هو اول عدد ونستضيف في هذه الأمسية الشيخ متام عبد الله اللي هو أحد المهاجمين تاع فريق وفاق سطيف والتحق بنا منذ قليل السيد صالح عبد الحميد اللي هو أيضا من المهاجمين تاع فريق وفاق سطيف. قبل ما نمر بعض الإخوة اللي يحبوا يشاركوا معنا في هذا البرنامج نذكروا من أنه رانا على المباشر اليوم 20 أفريل 2012 والساعة الآن راها 8 بالتوقيت تاع الجزائر وحسب السيد ماتام هناك مقابلة في كرة القدم بين وفاق سطيف واتحاد الحراش حول تصفية تاع كأس الجمهورية. الشيخ ماتام من خلال المسيرة نتاعك في وفاق سطيف هل ترى راك تشوف الفريق الحالي نتاع وفاق سطيف يعني راه مازال ماشي في الخط الأصيل نتاع وفاق سطيف ولا دخلت عليه بعض الأمور الجديدة اللي ربما ما تمشاش مع الخط الأصيل نتاع وفاق سطيف؟ يعني هذه نقطة مهمة جدا جدا. فهمت سان بوان إيسونسيال وين مضرب دون لو سبور يعني جو بارل أون جينيرال ماشي غير عند الوفاق يعني عند الانديه نتاعنا اكل سون تري 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 لوان دي فالور مورال. نقول لك سون تري تري لوان دي فالور مورال. ملي عاد الماتش ماتش دو فوتبول يتنيغوسيا عاد انا نسمع الشيء اللي يقولوه لي ولادي يسرى الافونس يعني شيء ويعني سبحان الله من تقبلهاش من تقبلهاش ولاحظتها الشيء اللي يقولوه لي ولادي يسرى يقولوا لي الافونس يسرى يعني شيء مدهش. وراه يعني لازم الانسان لازم لي ديريجون هذو لازم الهيئه السياسيه تاخذ قرار صارم يفو موراليزي لو سبور. ورا يا خويا راك تقول بروفيسيونيل راك تقول هذا انتبه. جاتني واحد موهبة واحد النهار هكذا نهضر مع جماعة تاع فريق جبهة التحرير الوطني ما فيهم كرمالي رشيد مقلوفي سعيد عمارة لي زونسيان زوبا اكسترا. قلت لهم واش رايح ندير واش قالوا لي دير وانا معاك. قالوا لي دير وانا معاك وشنو هو انا لي موا بيرسونيلمون جافي ليدي دو كونستيتيو اون اسوسياسيون بور لا سوفغارد دو ليتيك سبورتيف باش نحافظوا على الاخلاق الرياضيه. ومن بعد كي تولي تجي دير كارات ولا من بعد تولي تلقى الناس هي صعوبات الور دونك يفو ميو اتر لوا. يعني قلت لك يفو تاتر لوا مو جو سوي لوان دي سبور. الشيء غير اللي نسمعوا من عند الاولاد ولا في الاذاعه ولا التلفازه. نعم. هذا ما كان. كيفاش راك تشوف الان شيخ متام من الواقع نتاع كره القدم في الجزائر؟ اي الواقع كي تام ريبيتي دوك الواقع الشيء اللي راه واقع بين الشيء اللي واقع وشي اللي رانا نخمو عليه حنا سي دو شوز ديفيرونت. ما كانش سي لوبوزي. فهمت الشيء اللي راني نخمو انا كيما كنت نقول لك بيتي فو موراليزي لو سبور مي تما اكطوالمون ما يقدرش يتمكن ما يقدرش يحققوه باسكو فيها لا مابوي فيها الماتش انا مو جاريف ساعات الاولاد يقولوا لي او الماتش الفلانيه وخلاص او نعطيك الريزلت من فوق
يجي ولدي كيف على بالكم يقولوا له سي ماتش كان هو كان واش كان واش كان فهمت كان عاد الماتش يتباع ويتشرى ما بقاش ما بقاش دونك لازم الهيئات السياسيه تاخذ قرار تاخذ قرار تاخذ قرار لهذا كيف عيطوا له الرياضه هذه خاصه في كره القدم خاصه في كره القدم فهمت سبحان الله نعم الأخ عمر من فرنسا تفضل بالسؤال تاعك ولا بتعليق ولا تفضل أخ عمر من فرنسا يا الأخ عمر إذا راك تسمع فيا ظهر هو أنه ماكش مبرونشي معنا الشيخ متم في انتظار الأخ عمر هذا كيفاش تقرا الترشح نتاع حكيم سرار نتاع اللي كان هو في الرئيس تاع كرة القدم في وفاق سطيف خويا هذا شغله ما عندي حتى تعليق عليه فهمت يعني للأسف ما عندي حتى تعليق جو ميكسكوز بور سيت كيسيون جو نو با ريبوند هذا هذا يهمه هو أوكي. واللي فيه صلاح ربي يجيبوه خلاص هذا ما نقول نعم وش هي الرسالة اللي توجهها للأنصار تاع وفاق سطيف وإلى المسؤولين تاع الوفاق أنا إلا كان نتوجه للأنصار وفاق سطيف يكونوا رياضيين يكونوا أخلاقيين يكونوا كما كانوا الأنصار نتاعنا وقت فات فهمت عينا نخسروا هنا في سطيف وما يصرا والو نخسروا هنا في سطيف ونخرجوا وشنو هو لازم اللاعب من جهه اخرى قالاش هذاك يشمخ المايون تاعو والا كان اغلب الا كان ليكيب ادفيرس الفريق القسم قوي عليه مرحبا انا نتقبلها انا عييت بكري كي كنت نسير الفريق كانوا مقابلات وين مضرب الفريق يلعب مليح ونزيد نسجحهم ونعطيهم من بريم والله غير نعطيهم من بريم ما صيرش تخسر فهمت وشنو هو إليار لو روندومون إليار لو روندومون كي تعود فريق قوي عليك الله غالب الله غالب هذا هي الرياضه ديما كاين واحد ربح واحد خسر فهمت لازم الانسان لازم المناصر يتقبلها ما كانش بكري هذا ما كناش نسمعوا الشب السب والشتم وهذيك وهذيك يا سبحان الله ما بقاش ونزيد كاينه حاجه نضيفها كل مناصرين انا نشوف في التلفزه نشوف الناس كي نعطوهم جروب لا ما تلقاش انسان كبير هكذا مولا 40 و50 سنه في الملعب ما كانش وكل الدراري مولا 12 14 16 سنه تجي تقول له كيفاه تجي المقا يقول لك انا شريت التذكيره نتاعي ندخل سبحان الله كيف يجيني مولا 14 سنه يجي بالتذكيره نتاعو ويجي يدخل الاستاد بالك ينجم يدير لك الفوز نتاعو اني باس اني باس ناديلت مازال صغير وهكذا اللي راه وهذا الناس هذو الناس هذو كيخشوا هذو يديروا الحفاظ ما يتقبلش الهزيمه تاع الفريق تاعو هذه هي هذا هو المشكل لازم راني نقول لك لازم الدوله تاخذ قرارات سي صاحبي مولا 14 سنه ولا 15 سنه يجيب التذكره نتاعو يجي داخل يا سبحان الله ما نعطيلكش ايه بكري انا نشفى كانوا الدراري صغار هذا يجيو يزيتي اكومباني يجي مع بوي ولا مع عمو والله واحد مسؤول عليه قاعدوا قدامه فهمت راه حتى ذوك تاع الستينات والسبعينات والمضرب ينعت الكونغورو بلون في التلفزيون ها هو انسان كبير مولا 50 هذا كيجي يتفرج المقابله ما بقاش كل الدراري كل مي كلاش هذاك عندي وليدي الشيخ ماتام نعم عندي وليدي معايا راهو يسمع قال لي قول له شو هما اللاعبين اللي عجبوك في تاع لونطونت هذو جدد هذو جينيراسيون جديده واش اللاعبين كاين هذو اللي راهم بوسين دوك اللي راهم بارزين في الساحه في الميدان هو جابو حشود هذا كيف يقولوا عوديه وبن موسى مترف مترف عنده هذا أسبوعين ولا ثلاثة شوية ولكن مليح دلهم فهمت كانوا خمسة ولا ستة فهمت وخاصة أني نقول لك كيعود
كيعود فريق يخص لاعب ولا زوج ما يكونوش في التشكيله كارثه. بالنسبه لهذا لا جينيراسيون هذه احنا بكري نشفى خلاها لنا كلمه المرحوم مختار علي ربي يرحمه كي نقول له يخص فلان فوف يقول لك بون ديبار انا عندي لي جوار والله ما على باله بواحد. فهمت؟ وهذا هما لي زوكازيون الانسان كي غيب جوار. انا كيف جيت جبت بلاصتي انا في لونطون بكري كانوا غير السماوات فلان وفلان 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 ايبا لعبت باسكو دكاس واحد جوار لي بوك كان سيتي بروفيسيونيل كي لعب في فرنسا نقاش اللي تسمعوا به ربي يرحمه ومات احمد النقاش مرض دخلت في بلاصتو من هذاك النهار ديت بلاصتي. اي فو واحد سي با تسمى يفرض روحو لازم يبروفيتي دو لا سيتياسيون باش يحكم بلاصتو. لي بلاصيتي شار هنا توصل واحد الوقت دوك ساعات ساعات نسمع يقول لك او دير سيت في كاميديكال باش ما يروحش يلعب في المقابله الفلانيه في البلاد الفلاني عاد ما غدوه نهار يعودوا رايحين البشار. بشار طلعت بالمناسبه مبروك عليهم يخدوا واحد من يقول لك جوار يقول لك يلقى لك سبب يقول لك ما نروحش. ايه والله غير دي ملح فهمت. ولا قلت لك قبل تايفو موراليزي لي. نعم كيفاش راك تشوف انت الان الفريق نتاع الفريق الوطني؟ اولدي الفريق الوطني بوا حنا نسيبورتيو الفريق الوطني مي انا بالمناسبه لي انا فهمت لازم يكونوا اللاعبين منا فهمت. نعم. لازم يكونوا اللاعبين الاغلبيه منا فهمت. وبالمناسبه قريت بعض الاقوال في الصحف وين مضرب المدرب تاع الفريق الوطني وين حط في المدربين نتاعنا يعني هذه نقطه هامه وهدرتها بعض الصحف وما نشروهاش كي جاو لي هدرنا وهذاك ما نشروهاش وانا ماذا بيا الناس تسمعني. هذا لونترينور جو بارلي يعني تسمح لي نهضر اون فرونسي راه يسمع باش هو يسمعها. نعم. لونترينور ناسيونال كي يا كريتيكي ان تي بو لي زونترينور ناسيونال مو جو بوري لو ريبوندر كو لي تيتر كي اون ايتي رابورتي بار لالجيري اون ايتي لوفر دونترينور ناسيونال. لو ديرني اون دات la coupe du monde militaire qui était dérivée par Hadawi. Gardez la santé. Moi j'étais fier de cet entraîneur et de cette équipe. يعني للاسف ما داروه لي ما داروش يعني c'est une coupe du monde militaire et contre qui? Contre le Brésil. Pardon. C'est le Brésil la nation du football. Donc واش هي الاشياء إيه اللي تحب تقولها تقولها راه الصحفيين يسمعوا المسؤولين راهم يسمعوا. انا نقولها راني نقول لك المناسبه اي المناسبه كانت تغلي في قلبي هذا الكلام اللي كنت نقوله. نعم تفضل قول الشيء اللي راه في الفرنسا تاعك قوله. سيت اون ريبونس لونترينور ناسيونال فهمت. نزيد نقول لك اخي قلت لك جو فولي دي تو لي تيت كي اونتي راب رامني بار لالجيري اونتي لوفر دونترينور الجيريان فهمت. انت اذا هذا لو ديرني اون دات تاع لا كوب دي موند ميليتير جابها مهداوي سون كونتي لا كوب دافريك 90 جابها كرمالي فهمت. دي جو ميديتيرانيان 75-79 جابها مخلوفي والجماعه اللي معاه سي دي زالجيريا شكون اللي وصل ليكيب ناسيونال لا كوب دي موند لا كوب دافريك هذاك سعدان فهمت. نو زافون دي كاباسيتي نو زافون دي جون اكسترا اوردينار اكسيلون سور لو بلان بروفيسيونيل pourquoi ne pas leur donner leur chance. Moi je suis contre le dit contre le khan. Qu'est-ce qu'il a de plus un entraîneur étranger là واحد en Algérie. Il n'a rien de plus que l'Algérien. Contrairement l'Algérien a prouvé. On dit donc لك l'entraîneur algérien il aime وطنو il aime وطنو parce que je pourrais dire بلي un entraîneur étranger quoi qu'il font du bon travail mais qu'on بلي il est pas يعني توجي مورالمون ولا لوسك سون ايكيبير ولا فهمت. اي هو الانتيريسون سكي توجي سون سالير والسلام عليكم فهمت. هي نعم. الاخ عمر من فرنسا تفضل اذا عندك سؤال ولا تعليق. وي تفضل. وي السلام عليكم اخ نور الدين استاذ الشيخ عتام. عندي سؤال برك صغير بغيت نسقسك كي كان رئيس فريق تاع سطيف الميزانيه تاع العام
شحال كان تقدر تعطيها لنا بالارقام؟ لانه الميزانيه تاع بكري ولا تاع زرق ما يديروا بهم والو واحد. لا اللي نهضر لك على بكري كي كنت انت رئيس، كي كنت مثلا جبتوا مثلا صيف المقاول. شوف نجاوبك، كنت جبت رابطه الابطال صيف 87 لا ديرنيير سيزون اللي كنت فيها انا قبل الاصلاح الرياضي، سيتي لا سيزون 76 77. مشينا لحقنا حبسنا الحساب في الوقت 36 مليون سنتيم، 36 مليون سنتيم، وقعدنا مسالين في بعض دي بريم تاع دي جوار اللي ربحوا دي مقابلات وبعطيناهم لهمش. للان الميزانيه الكبيره مره كانت 36 مليون، 36 مليون في العام في هذاك الوقت، فهمت؟ وكنا نديروا مسافات طويله، كانوا في وهر اللوراني لافي 4 5 كيكيب الجزائر لور سيتي، وكل واحد الوقت قعدنا احنا في لاس غير 2 3 زيكيب الديبلاسمون كنا نخسروا فيهم، انا عارف قداش كنا نمدوا من جوبنا سي سامبل. انا كنت جيتي ان فونكسيونير دي بوك، والله غير صور اللي نكسبوا مع الفريق، هاو فلان ما عندوش عطيه، هاو فلان هكذا. اوروزمون كانت الدعوه رخيصه في هذاك الوقت، قالاش هذا كان الكيلو تاع اللحم لي بوك سيتي يفوزي 4 دينار ولا 5 دينار، فهمت؟ وكنا عايشين وكنا زاهيين وفريق يمشي اكسترا. كانوا بعض الشخصيات نذكر منهم ربي يرحمه، كان كاتب العام تاع الرياسه في وقت بومدين، كان عبد المجيد علاهم ربي يرحمه، كان كل عام يبعث لي شيك في 500,000 في ذاك الوقت، وقت ما كنا نلعبوا في الجزائر يجي نوروند دي سيرفيس نوروند دي فيزيت، يجي ويسجعنا ويتبع الفريق. وكانوا المناصرين على الجم سوفيانا في ذاك الوقت نديروا لي كارت دابونمون تاع لي كارت تاع سيبورتر هذاك ب 200 فرانك 600 المليحه 5 دينار كارت دازيون للفريق مع لي سيبورتر، وكل الفريق يمشي والحمد لله. ودوك انا نشوفوا الميزانيه اللي تلحق 50 و60 مليار، وانا قلت لكم قبيلتا بلي بور دي ريزولتا نول، فهمت؟ يا عجبه يا ربي دوك يلحق باتش فور موتيفي ان جوار يقول له تربح نعطيك 50 مليون، هي 50 مليون صاحبي والله ربي باقي يستر واش تعمل. راه ملا قريب يبدا الماتش شيخ متام، اه واش هي الكلمه نتاعك الاخيره اللي توجهها للانصار نتاع كره القدم بصفه عامه؟ يا الانصار انا ندوموندي لهم حاجه فريده، يكونوا رياضيين يتقبلوا الهزيمه كما يتقبلوا الربح، النتيجه كي يربحوا يتقبلوا الهزيمه. يكونوا رياضيين، ولا بكري لونطون كانوا يعيطوا لها ليكيب فير بلاي، فهمت؟ لازم هذا لا نوسيون تولي، فهمت؟ يا صاحبي عندما نشوفوا والله غير انا عدت نخاف نهار تخسر لونطون انا في السيم نقول ربي باقي يستر، باش ما يكسروا باش ما يديروا باش ما نوليو نشوفوا لي رونفور في البلاد وهذيك وهذيك. يا سبحان الله إيه ميش حرب ما ولاتش، فهمت؟ ايه والمسؤوليه نتاع اللاعبين انت لازم 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 يتصفحوا على الاخر، لازم يكونوا رياضيين كما كنا احنا بكري، فهمت؟ لازم يتقبلوا الهزيمه مهما كان الحال، لازم يتقبلوا الهزيمه وما يصير لا تشرويش لا والو في البلاد. والله ولازم المناصرين بار اكزومبل عندهم كيما كوميتي دي سيبورتر عنده دور يلعبوا، فهمت؟ فيفرقوهم في المدرجات وهذاك فوسبو باش كاناليزي هاد لي سيبورتر. يكون لازم سيبا انا قبل المقابله ولا هذاك فوسبو يجي واحد الشخص كرئيس ولا هذاك فوسبو يطلق كلمه على لي سيبورتر. نعم. هذه كل قاعدوا ما يديروهاش، هذه ما كانش، فهمت؟ نعم. الشيخ متام كيفاش تقرا انت الظاهره نتاع العنف هذه في الملاعب؟ واش ترجع؟ شوف هذه الظاهره نتاع العنف انا بالنسبه لي سي الشباب هذا اللي راه البطال وراهم يقولوا الحقره وهذيك وهذيك وهذيك، يعني للاسف الشباب هذا. انا نشوف بكري كان الشباب ثاني، لا ما كانش شوماج كيما بكري، بطل هو ذاك كانت كيما بكري كيما دوك. وشنو هو
الشاب هذا دوك يحوس كل الساجي. لا لازم لازم يسعى يخدم على روحه ويتقبل اي خدمه خير من اللي يقعد في طريق. اي خدمه ما يتقبلها. يا دوك نقراو الجرايد ونشوفوا كيما الزراعه. الزراعه ما كان الناس هم كاينين يحوسوا. نعم لا اصبر اصبر شويه اخ عبد القادر طفي الميكروفون من فضلك. تفضل تفضل اخ الشيخ متن. فهمت لازم لازم الشاب هذا يتقبل النصيب نتاعو في هذه الدنيا. يتقبل ويسعى يروح يدير يتاجر والله خير من اللي يقعد. لازم يدير لازمو حرفه لازم يدير حاجه يتحرك ما لازموش يقعد. ونزيد نقول لك هذا الشباب هذا انا عشناه وشفناه متكلين بزاف على الدوله متكلين بزاف على الدوله. يقول لك لا ما عطاوناش لا ما دارولناش لا هاك لا هاك لا الدوله هذه لمن 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 ها. وقال لها شو السيد مسميني قال لك ضرب ذراعك تقول مسكي. فهمت هكذا كان يقولوا بكري صح يضرب ذراعه ياكل مسقي. قال له شذاك قال لي واحد كان واحد حبيبي الصوفي هكذا قال لي اللي يحب ياكل الروجي لازم يبوجي ما لازمش يقعد في البلاصه. فهمت يفوك لي جون تراواي لازم يديروا حل لبعضهم. لا سيتياسيون تاعو الشاب هذا هو اللي يديرها ما يستناش الدوله دير له لا سيتياسيون تاعو. فهمت حنا بكري باه كنا كنا نخدموا شحاره سامبل السلام عليكم. البالو ذا حنا ما عطانا والو مش كيما دوك لي جون هذو دوك ما عطانا والو حنا البالو ابار لا ساتيسفاكسيون مورال. فهمت انا وما كاليتي دو بريزيدون بكري وين يعني كي نعود وراه لا ساتيسفاكسيون تاعي كنت نخسر من جيبي اللي جوار وهذيك هذاك اعطي هذاك دير له ذاك دير وشنو هو كي نتلاقاو في المناسبات لرينيو ولا ديك فوسمو تتفخر بالفريق تاعك وبالبلاد نتاعك. دوكا ما بقاش هادي نتاع تلقى دو ديريجون يهضروا مع بعض يقول له الماتش الفلاني ها واش كان واش صرا واش درنا واش درنا ما بقاش يا فلويد موراليتي. الاخ عبد القادر من كندا تفضل. شكرا خويا نور الدين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام. نشكرك على الحصة هذه ونشكر الشيخ على المشاركة ونحييه تحية حارة من كندا. الله يبارك والله فيك. السؤال تاعي يعني تقييمك المستوى كرة القدم يعني قبل وبعد لا كوب دي موند يعني ورانا ندوره يعني والعنف يعني العنف انت تشوفه العنف اللي راهو في الملاعب يعني هل تشوف باللي نعالجوه غير بالامن ولا نعالجوه بطرق اخرى يعني. وبارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. هو بين الرياضه بين كره القدم كما كانت بكري نهضر بعد استقلال وارواح في وقتنا احنا حتى نقارنوا مع الوقت هذا يعني تري غران ديفيرونس ها je regrette mais une très grande différence sur le plan technique sur le plan organisation ou là sur le plan sur n'importe quel plan. Moi j'ai joué au football au Maya Abdelhamid Salahi c'est un copain j'ai géré ce club durant plusieurs années et notamment lorsque le club va mal et il n'y a personne on a été le nafissif a été le pompi chilisera arwah. J'ai eu à gérer ce club en maintes reprises. Le président actuel de l'entente, je l'ai géré en qualité de joueur avant qu'il ne soit président. Alhamdulillah, il n'y a pas de comparaison entre le football de Bakri et le football de Azok, surtout sur le plan de moralité, la discipline, etc. Ou le Fariq al-Watani. Le Fariq al-Watani, on a dit qu'il y a un peu de temps, le Fariq al-Watani, il y a de fortes chances qu'il progresse. Qu'il progresse avec l'apport de tout le monde. Il faut qu'il y ait l'apport de tout le monde et notamment faire confiance aux joueurs du cru. Un joueur professionnel, moi je le dis, je n'ai pas froid aux yeux. Un joueur professionnel qui dit qu'il est en équipe nationale, il dit qu'à coup de milliards, ou il dit au cours d'un match, c'est son gagne-pain d'un côté, il a raison. ويخمم قبل يحافظ على خبزته باش يولي ليه الكلوب نتاعو يلقى روحو اون اي لو رماركي على لو كونستاتي. فهمت مي لو جوار دو كرو سي دون افو. فهمت يفو بريباري اون ايكيب تاع لي جوار لوكو.
هذه ما واحد مين حياه لي انا من دماغي سكي في لا فورس تاع بكري ابار بكري كانت ليكيب ناسيونال ايتي فهمت منين خرج ماجير منين خرج مرزقان منين خرج بلومي عصاد هذا كذا سي دي جوار دي كوري فهمت اي زون في لو بونور تاع ليكيب ناسيونال اي دو تو لي ايزالجيريا شيخ انا وشنو السبب تاع الامبورطاسيون تاع لي جوار من ليترونجي هذا اللي ما فهمتهاش اسكو سياسي ولا علاش ما يعتمدوش في الـ في الـ في الـ الاخر على الداخل على النوادي تاعنا لا مونيتي مونيتي هاز الامبورطاسيون تاع لي جوار اللي كسر في ليكيب ناسيونال سي دي بيزنس فهمت بيزنس راجلنا ولا زاي يفهموا كيما انا بور موا سي دي كوميرس هذه هي باسكو جو نو با ان لا ديفيرونس انتر جوار je ne sais pas moi un arrière تاع اللي راه يلعب بيه ولا ناتاكون كي نولي نقارنوا بالموسى الجوار تاعنا ولا جابو ولا ايزون لور بلاص ايلون بروفي ايلون بروفي انا بور موا سي دو بيزنس والعنف العنف لازم يتحارب من طرف اولا السلطات هنا وثانيا ما عندهم دور لي كوميتي دي سوبورتير ولا لادمينستراسيون تاع الفريق والكوميتي دي سوبورتير والشرطه فهمت التوعيه نتاع الجمهور نتاع داك بوزمو باردي زابيل باردي يبكري بكري نشفا نوتر نوتر ايبوك من ما درك كنا نسيروا الفريق ونيتي با دي بروفيسيونيل الفريق قوي كنا نديروا دي ديبليون ديبليون ولا مازال بنفرقهم في تريبين في البلوز قبل الماتش نديرهم جافي اون ايكيب دو ريداكتور يديروا لي دي ديبليون دي ديبليون ولا مازال يعيطوا باللي يفو ريسيفوار ليكيب فيزيتورز افيك افيك فهمت بالتصفيق وبالك فوس ندير واحد لي ديبليون ولا مازال نديروا فيهم دي تريك هكذا جافي دي جون كي دي جورناليست دي ريداكتور يفوز لي ديبليون هذا ونبداهم للناس قبل الماتش وفي لاميطون نستقراهم شويه تخاف فهمت بهذا الظهيره هذه كل عندنا ما نشوفوهاش فهمت بكري يافي سي با مو قبل الماتش ولا يافي مومبيونس يجي واحد يلوح كلمه يديروا دي ديسك نتاع لغنا نتاع لي زونسيا اكسيتيرا هذا ساتير ان تي بو لاتونسيون تاع الناس دوك يا للاسف اللي قلت لكم قبيل تاع سي لي جون هذو اللي جيب بي نتاعو ولا 12 14 سنه يجي دخل كي تهضر له مع مي يقول لك انا سلكت البي نتاعي ندخل ما خليهش يخش ولا 12 سنه و14 سنه باش يعرف صلاح هذا هذا غدو يشوف جوار كيس هو ادفيرسير والله ينوض يسب ينوض يعرف ينوض اي من ثم تبدا فهمت اي فو كي لي كي لي كي كي لو ريفوا توت سيت اورغانيزاسيون toute cette organisation et surtout la moralité. Le supporter Abdallah, il dit que le soir il est le billet ou il est le 10 du soir ou il est le match à le 3 ou le 4. Imaginez que le 10 soit. Mais qu'est-ce qu'il y a des matchs? Il y a des matchs en ouverture. Des matchs des juniors, des matchs des réserves. Ce qui fait le supporter avec déjà il يدخل في لامبيونس تاع الفوتبول يدخل في لامبيونس تاع الماتش سي كي في دي فول كي تلحق ليكيب سينيور ميم او جا مع ليكيب ادفيرسوا بصح تسمى برد ديجا راه شاف اكسيترا هذاك او كان عندها دور كبير لوفيرتور دا ماتش هذا احنا دوك هذا ما بقاش دوك تلقاه هو شنو يستنى راه كونسونتري وستريسي جوسكا حتى الدقيقه الاول الاخر خلاص باهي راه جاي خرج ليكيب تسمى يبغى يطرطق وقت يطرطق يطرطق تم يعطيك صح دونك وبكري كيف نشفع عليها نروحوا للاستاد منها ولا من كيس كيا تلقى دخلها ديجا نخصوا بالهولي روحوا للوهر نلعبوا ذا ميزيك هذيك تقول تمكش رايح للماتش وراهم تنطرا اي وحنا والشعب راه هولي سبيكتاكل قبل ما كيس ويلو راه ما غير نظر على هذيك ويقول لك العنف العنف الضغط هو يبدا نعم ضغط تاع الشارع تقصد نعم كاين ضغط في الشارع
إيه أنا يعني قلت لك الضغط تاع الشارع وذاك هو يجيب بي لازم يبرد لا عنده مشكل في الادمينستراسيون وين يفرخ يفرخها في الماتش لا عنده مشكل في العائلة تاعو يجي يفرخها في الماتش خلاص كيف هذاك الكثرة هذاك لا كونتيتي وين تطردك تطردك في الستاد بصح كي تقتلها له انت ماتش دوفيرتور ديجا هو يطردك في لي جونيور والله ذاك خلاص ديجا راهو يبرد شاف البالو خلاص ما بقاش يزيد كما قلت لك عبد الله قال فكر جوستمون في هذوك اللي كانوا لي ديبليون كي كانوا يعطيو لهم سوي دي سبورتيف سوي سي فو فرير كي سون فوني يكتبوها لهم في الورقه هذوك هم خاوتكم اللي جاو وجيميو قال وهاي ليكيب هذه تاع هذاك هذو تعرف الاخر اللي جاي قاعد يقرا في ديبليون يبرد الى جاب واحد النظر ولكن دوك اليوم يحوسوا هذه هي المصيبه الناس كلها تحوس على السكور الناس كلها تحوس تربح سي امبوسيبل براتيكومون امبوسيبل باه تجي في راسك طول انا جاي نربح ما كاينش البال هذا سي با اون سيونس اكزاكت نعم تجي مال اكزاكتومون ستان سبور ما تعرف حتى كيفاه بتجي ضربه قال تكون انت انا شفنا ديرنييرمون كرا لونطون كرازات اللي هنايا سيربي وسيربي ربحت وروحوا نورمال كيما صرا او نقول لك كاينين دي سيبورتير حنا نهضروا على سيبورتير عندنا دي سيبورتير دو غران كيما قال اخر غرانديوز حنا في ستيف والله غير غرانديوز والله غير يجيو يربحونا لهنا ويروحوا وما يصرا والو واشني كاينه لا بروفوكاسيون تاع لادفيرسير على ديك هما كيما كان يقول لك عبد الله كل سي دي جون تاع 14 15 عام وتلقى واحد إيه ما 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 كانش إيشي في داريا وأنا هذا اللي قلت لك هذه صارت هنا نهار صارت الفوضى تاع قبل تاع تونس صارت هنا في صيف كنت في الدار نسمع الحس خرجت طلعت على التقاء نلقى واحد الربع دراري قدام البلدية قاعد نشوف فيهم برك ما كان والو ما يكسروا والله ما كان قرام راحوا يدير بالروح راحوا جابوا ديك الزبالة حاجتهم حطوها في الطريق اللي به تشوف الكونسيونس جاو حطوها في الطريق او ربع دراري برك لحقوا زوج اخرين زادوا لحقوا زوج اخرين زادوا لحقوا عادوا في 10 هيا بداو يحركوا في البوطو والله ما كان غرام ما كان رئيس راه غرام في سديف هذوك داروا فوضى نعشت ان نطل في السيزيام باش نتفرج فيهم والله غير كانوا في 8 ولاو في 80 ويهزوا الحجر وبداو عقب البلديه عقب لابيو يكسرون في الكاروات ما جاو يجيو لابوليس واش نقول لك فيلم من 8 ل 12 تاع الليل بها تفرقوا جابوا لهم 20 بوليسيه مساكن لا بوليس باه بلي هذوك بلي كاسكو لونتي هذاك وعنده غير مطرق والاخرين بالحجر اللي طرشوهم يولي بوليسي يهز الحجر ويطرش هذا هو العنف والله ما كان جرام وكان كان يعني ناس عقال وشافوا ذوك الدراري مثل ثم ثم انترفينيو اها ميش حاجة ميش حاجه احنا ما بقاش هذاك ما كانش هذاك الاسبريت تاع المواطن راح ولا ما يهموش المهم فوالا عاد هو ما يهموش قلت لك من الاول صرات يعني وحبسوهم والله ما صرا الفوضى شوف الفوضى بين ميتي كيفاه حتى بدات سي بوسلا كيما قلت لك في الستاد لازم تقتلها له بكاش حوايج كيما هكذا الشيخ عبد الحميد نعم الاخ صديق من الجزائر سمعنا بصح راهو الماتش بدا نعم الاخ صديق سؤال اخير باش نخليو الشيخ ماتيرم والشيخ عبد الحميد صالحي باش يروحوا يتفرجوا الماتش تفضل سؤال اخير تفضل يا صديق اذا للاسف شديد هو انه صديق راني عطيت لك الفرصه لكن للاسف شديد ما جاوبتش المهم نشكر كل الاخوه اللي راهم يستمعوا فينا ونشكروا السيد صالح عبد الحميد والشيخ ماتم من وفاق ستيف ونلتقي إن شاء الله يوم الجمعة القادم في برنامج واحد آخر إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شيخ شكرا شكرا على الدعوة شكرا شكرا الله فيكم شكرا الحنين برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر